chargez-vous là de... وسعد الدين وشهادة المشاركة والتقييم. نطلب من السيد قائد الحامية العسكرية تفضل لتسليم الميدالية والشهادة. حبيب الله المتسابق كذلك في السباحة يحيى حبيب الله يتفضل. يحيى حبيب الله يتفضل. السادس لحماية البيئة التفضل بتسليم الجائزة وهي الميدالية للمحتل المرتبة الثالثة. أشرف حامير أشرف هنيئا للفائزين معنا هنيئا لكم. إلياس مرنين السيد الباشا يتفضل معنا. جائزة السيد جوهر يوسف رئيس قسم التواصل بالمكتب الوطني للكهرباء. هنيئا للفائزين معنا هنيئا لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم جينا باش نحتفلوا برفع اللواء الازرق في شاطئ بوزنيقه للمره 17 على التوالي، وهذا جاء تتويجا للمجهودات التي يبذلها المكتب الوطني للكهرباء الماء والماء الصالح للشرب مع الشركاء ديالو من اجل توفير شاطئ وفق معايير دوليه. المكتب الوطني للكهرباء الماء والماء الصالح للشرب في اطار برنامج شواطئ نظيفه قام بعده مجهودات، منها توفير جميع التجهيزات الأساسية الخاصة براحة المصطافين، منها تسهيل الولوج إلى الشاطئ وخصوصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، كما قام بتوفير والسهر اليومي على تنظيف الشاطئ باش يبقى نظيف ويستفد منه المصطافين. بالإضافة إلى ذلك قام المكتب بوضع وإنشاء واحد القرية بيداغوجية اللي من خلالها كيقدم بزاف ديال الورشات تهم موضوع البيئة وخصوصا حماية المحيطات من النفايات البلاستيكية. هذه الورشات كتكون من ورشات ديال الرسم، ورشات ديال تدوير النفايات البلاستيكية، ورشات خاصة بالموضوع حول البيئة أو البستانة إلى آخره. كما لا يفوت المكتب وخصوصا في ظل الأزمة التي تعرفها البلاد المرتبطة بقلة التساقطات وشح في الموارد المائية أن يقوم بعدة حملات تحسيسية لتوعية المصطافين بأهمية الحفاظ على الماء وحماية الموارد البيئية من التلوث.